روموتير اسمه خطر. هو المسجد كله خطر وكله خطر خطر. يعني احنا بس يمروا وما نخافوا. اكيد في خطر. اول شغله اذا السرعه. السرعه. السرعه فيه باسرع وبيفوتوا حوادث. حوادث كتير بتصير من ورا المطارات. مثلا عاده بشوف كتير كتير اجرين، ايدين معلقه، راس طاير. عدم انتباه انه هم مفرق، هم ولد، هم مره واقفه، لانه انه ما في مثلا اشارات، ما في نظام، ما في شيء. كنوا مأسرعين شوي، بطلع ولد فجاه يمكن كنوا ندهكوا. كنوا طايرين كتير والولاد صغار عم تلعب، ما بتفرق معين، كله بيمشي ويلا بيخبط، ما فارق معه. بس هالواحد جاي لفع كوه مأسرع ما بزمر وضلوا ماشي على دولاب معلق على دولاب، بجاي بوع الواحد بتكسر بالاخر، بصير يقول يا ريتني ما سمعت. وهي وخاصة عم نشوف اولاد عمر 12 سنه و11 سنه و10 سنين سايقين مطير، هذا مشكله. صوته بيزعجني وما بنيمني، الساعة 12 بيفيقني، روح لي النوم من عيوني، وخلى راسي بيوزعني، وخلى ليلي يبقى نهار، خلى نهاري بليلي محتار. شايفين شو بيزعجني وما بنيمني؟ ريحة المطير بتدوخني، ريحته والله بتقرفني، بتموتني وبتمردني. اسمعوني اسمعوني اعملوا مثلي، بدل المطيرات بالبوسيكلي تات. اسمعوني اسمعوني اعملوا مثلي، بدل المطيرات بالبوسيكلي تات. اسمعوني اسمعوني اعملوا مثلي، اسمعوني 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 اعملوا مثلي، اعملوا مثلي، اعملوا مثلي. معظم الشباب واقفه مترقات، والطرقات ضيقه ما فيها مجالات، لحد يمرق والله يا شباب ضيقت اكثر بالموتوسيكلات. واحد طاير يحمل اكسجين، وواحد عم بشفط حرقه للزن. بتمنى هالقصه اللي الها شي حل، الحل بايدينا ولازم ما نمل، كل واحد منا يحس بمسؤوليه تجاه الاخر لتظهر قضيه. قضيه يطرح لك شهريه، مش ممكن حدا يحلها الا غيرك القضيه. قصة لغيرك القضية، قصة لغيرك القضية، مات قصة لغيرك القضية، بيأسرع مدير، بيدخن مدير، بلوى معقول هالقصة ما إلها حل، خلينا نحلها ونتعاون الكل. بنصحهم ما يأسرعوا كتير، ما يأسرعوا كتير، وما يشفط بالشوارع ولا يمشي على دولاب. أول شيء إنه ينتبهوا على اليمين وعلى الشمال، يمشي على مهله وينتبه على العالم اللي ماشي بالشارع. تأكد من الفرينات معه، يكون جاهز كل شيء احتياط له، يعني ما يكونوا صغار السن. طب اسلم، طيب واللي جايبه لا يتسلى فيه؟ يتسلى فيه ما هون، تسليه تسليه على الجبل، على الشارع، على البحر، هيك شيء.